ما كاينش قرار في بلادنا اتخذ فيما يتعلق بالطرق السيارة كان قرار مرتبط بجهة معينة. رجاء السادة المستشارين، طرق السيارة هو هي مشاريع وطنية. بحال اللي تنديروا طنجة المتوسط، راه ما درناش على ود الجهة ديال الشمال. طنجة المتوسط ما كان يمكن لنا نديروه في طنجة المتوسط، هذا مشروع وطني. فيما يتعلق بالطرق السيارة، وانت قلتيها 1800 كيلومتر تجعلنا ما بين الدول الأوروبية على مستوى تصنيف، جايين حنا في الوسط، هناك دول أوروبية أقل منا في طرق السيارة. هاد طرق السيارة بالأرقام، عندنا 1800 كيلومتر، عرفتي شحال دايرين لها ديال السياجات؟ 3050 كيلومتر ديال السياجات الحديدية، و 540 كيلومتر ديال السياجات الإسمنتية. للأسف الشديد أن بعض من يحيط بالطرق السيارة يفعلون فيها بعض الأفاعي، وهذه تتكلفنا تقريبا 5 مليار سنتيم سنويا باش نعاودوا نقادوها. لكن هذيك النقطة اللي كنتوا طرحتوا أنتم المستشارين وطرحوا السادة النواب ديال هذيك القناطر اللي تتلاح منها الحجر، وجيت أنا وقلت لكم غنديروا ليها برنامج وشرعنا فيه، وقلت أنا ذاك وهذا كان يحز في نفسي، قلت غادي نسيجوها وخا الجمالية ديالها غتأثر. الآن اشتغلنا، سيجنا تقريبا 21 21 درنا لها التسيج ودرنا لها الكاميرات المراقبة اللي مرتبطة بالدرك الملكي مباشرة، وعندنا 74 قنطرة أو باسغيل اللي تنشتغلوا عليها في هذا الاتجاه. نعطيك واحد المؤشر السيد الرئيس، عندنا معدل قنطرة للراجلين، تتكلم على الراجلين ما تتكلمش على الآخرين، بمعدل وحدة لكل 16 كيلومتر. فوق ما تتكون الحاجة أن هذوك الناس نديروا لهم قنطرة تنديروا عليهم، وأعتقد أن هذا المستوى من الخدمة مرتفع وجيد، علما بأن كاين مقاطع في طرق السيارة غير مربحة، ما عندهاش مردودية اقتصادية البتة، ولكن الخدمة ديال المستعمل تفرض علينا هذا المستوى من العمل.